لك تقبر قلبي إلهي. يلا يسلم هالإيدين. غسلت لك الساكون نظفته وصارت ريحته مثل الفل. يا عيني عليكي. ايه ما قلتي لي شو تقبرني؟ شو طابخ اليوم؟ شو طابخ اليوم؟ محاشي ويبرق وعملت لك جاد طبولة. يه 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 ولا شو هذا الطبق كله؟ تقبرني، بعرفك ما بتحب يكون على سفرتك صحن واحد. لك حبيبتي ايمتى بدك تلحقي تطبخي هذا الشيء كله؟ أنا من السبعة الصبح كنت غاسلة وطابخة وعاملة كل هدول مشان لحق اشتغل البيت يا حبيبي. ولك معقول هدول الإيدين بدهم يشتغلوا كل هذا الشغل؟ أي لكان كرمال عين تكرم مرجعيهم. ولك دخيلك أنا. تقبر قلبي إلهي. حاولي تزبطي لي حالك وتشكلي حالك وترستي مشان اجي من المحل يعني. ها الله وكيلك يا ابن عمي، شغل البيت عم يهد لي ظهري. خلص تقبرني خلص. بعين الله، يلا خاطرك. ابن عمي ما تنسى تطلع على امك، حرام صار لها كذا يوم ما شافتك. الله يرضى عليك شو حلو. روح ربي يرزقك الهي. خاطرك. الله معك تقبرني. تقبر قلبي. ريتو يسعد لي هالصباح. كانوا صباحات صار الظهر. يبعت لي حما راحت علي نومي مو هيك؟ ما في شو غريب، كل يوم نفس الشيء. يا حبيبي أنا بعرفك يعني هيك إنسان نشيط وحرك، بتفيق بكير وتحضر سفرتك، فما بحب فيك كرمال ما أزعجك. كلامك مظبوط. أنا تأخرت بدي أروح الشغل، بدك شيء؟ قبل ما تروح، شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله ما بعرف شو بدك تعملي، اعملي على راحتك. لا تحيرني، قل لي شو بدك تطبخ لاطبخ لك. ايه شو مشتهي مو مشتهي؟ والله اللي بيسمعك بقول انه امبارح طبختي لي خاروك مكتب، وقوت امبارح يبره، واللي قبله محاشي. حاجتك بقى لك اربع ايام ما فتي على المطبخ. ايه شو بك ابن عمي، شكلك نسيان. في يوم مرقنا حواضي، وفي يوم تغدينا عند اهلي، ويوم تغدينا عند اهلك، وانت امبارح ما اجيت. بقى الحق مو علي. لا ابدا الحق مو عليكي. تطبخي محشي؟ ايه محشي. حفروا حشي من الصبح ما بدي. طيب شاكرية؟ ايه شبك حبيبي، من يومين اكلناها عند امك. انت مو جاي على بالك تطبخي، قولي لي شو بدك لجيب لك معي اكل جاهز، شو جاي على بالك؟ لا تقبرني شو جاهز ما جاهز، اعوذ بالله بطبخ لك انا. شو رايك نفركت بطاطا؟ معناته عندك مشوار. لك ريتك تقبر قلبي ما اسكاك، شو عرفك؟ لانه فركت البطاطا أكلة الشطاطة. سلام عليكم. ابن عمي ابن عمي رايحة اليوم لعند خالدة، بتسمح لي؟ ماشي روحي بس لا تطولي. ايه وانت وراجع جيب لي الفستان من عند امي. تكرم عيونك، شو بدك غيره؟ غيره بدنا هيك أكلة قطايف من عند البقجات، شنو هافي نفسي على الحلو. ايه على عيني وعلى راسي، يلا سلام عليكم. بأمان الله، الله معك تقبرني. يا سلام شو حلو الواحد يفيق يلاقي الفطور جاهز. لك وينك بقى؟ كتير حلو هالشرشف، لك حاجة تقومي وتقعدي وتعزبي حالك، شو بكي شو أنا غريبة؟ لك ما في شي من واجبك تقبريني حبيبتي. صحة وهنا. شو بتضلك معجوقة؟ لك يا تقبريني، إذا ما كنت هيك شلون بدي لحق شغل البيت هذا كله؟ مسكي تقبريني مسكي. سلم إيديكي. لك صحيح أنت كيف ملحقة تعملي البيت؟ أي والله شايفته مرتب ومهفف ومو ناقصه شي، شو عم تفيقي من وش الصباح؟ إيه لكان، تقبريني أنا فيقة على صلاة الصبح. وبس خلص الصلاة بقشط البيت قشط. من وش الصباح؟ يعني ما بتنعسي؟ أنا ما بنعسى، الله وكيلك ما بيجي آخر الليل إلا بكون تلفانة وتعبانة وما إلي حيل شي لحالي. نيالك. نيالي؟ وعشو نيالي؟ يعني بيتك بضل مرتب ومهفهف وملحقة على جوزك وبيت حماك، إيمانك مقصرة بنوم. الحمد لله الحمد لله، بس يا تقبريني أنت شو ناقصك لتكوني مثلي؟ آه؟ لك ما بلحق. بعدين بيناتنا انا روح قلبي النوم وضل غفيانه. اي والله والله ما الي خلق شغل البيت كل يوم. يا تقبريني انت عندك رجال بيساندك وبيساعدك مو مثل اللي عندي. اي والله يقبر قلبي هالرؤوف، بيضلوا هيك حرك وفهلوي. الله يخليكم لبعض.
الله يسلمك، بس بتعرفي شو؟ بيضل يسمعني حكي وسامم لي بدني بهالقصة، على أمي كانت ملاحقة على سبع أولاد، طبخ ونفخ، وكانت تحضر الطبخة لأبي، وأمي ما كانت تلاقي غبرة ببيتها، وأمي كانوا صحونا يوجوا وج، وأمي من المطبخ على غرفة النوم على أوضة القعدة. لك يا تقبريني، أنت لو بتنظمي وقتك أمورك كلها بتنحل، كوني مثلي. حبيبتي أنا وحدة بتحب الكسل، طبعي هيك مو بإيدي. اسكتي اسكتي، أنت كسلانة، خدي تقبريني خدي، ذوقي هي. شغلك هدول؟ أي لك صحة وهنا إلهي. على قلبك. يا أهلين وسهلين بأم صفوان. أهلين فيكي. إف شو ها؟ ولي على قامتك إلهي، ليش هيك ريحة الكاسة؟ شو بها ريحتها أم صفوان؟ ريحتها زنخة، خدي شميها. إيه ما فيها شي، عم تتبليني أنت، الله وكيلك، اهتروا إيدي وأنا عم أجلي من الصباح. هاتي لشوف. ما بعرف، يمكن لأني كنت عند خالدة والنظافة عندها غير شكل، مشان هيك حسيت إنه ريحتها زنخة. ما شاء الله ويخزي العين حولها، ما بتجلي جلياتها إلا بالصفوة والشنان، والكاسات بتنقعن بالخل والليمون قبل ما تجليهن، مشان هي الإزاز عندها هيك عم يبرق برق. كرمال عم يقاضي الله، كرمال الله يا أم صفوان، سكري على السيرة بلا ما يسمعك شوزي. طيب صباح الخير. أهلين سيد رؤوف، كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله ماشي الحال. أنا رايح على شغلي، بتكون شي؟ حبيبي شو بتحب أطبخ لك؟ أنت أشر علي. لا 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 لا، ما بدي لا تطبخي لي ولا شي، باكل إشي بالسوق أحسن لي. ولا شو أكل السوق؟ لا لأنه بعد اللي دقته مبارح ما عاد إيه نفس حط ولا لقمة بتمي بهالبيت. سلام عليكم. عليكم السلام سيد رؤوف، الله معك، مع السلامة. شو بو جوزك؟ ليش هيك قالب خلقته؟ شو متخانقين؟ الله وكيلك يا أم صفوان، من مبارح من وقت ما تغدينا عند خالدة وهو ما في بتمه سيرة غير طبخ خالدة وأكل خالدة ونظافة خالدة، أي فلق راسي فيها. إيه أنتي التانية حركي لي حالك شوي، ليش لحتى تخليه يقرف عيشته معي؟ شو اعمل يا ام صفوان؟ شو اعمل؟ افلق حالي بالنص. الله وكيلك الله وكيلك، فقت اليوم من الصبح بتغسل الغسيلات وبنشرهم فوق على الاسطوح، نسيتهم على الدراج، قام طلعت ريحتهم، قلت لحالي بلا الغسيلات، قومي حضري كسر السفره لجوزك، اعملي له فول، قام احترقت الطبخه، جيت لاشطف ارض الديار، صحت جوزي ووقع على عصب. طيب شو اعمل انا؟ قلت يا ريتني ما فقت ولا ابتليت بشغل البيت. الله عليك يا وردة، شو دمك خفيف. أم صفوان والله خايفة، يعني بعد فصل مبارح جوزي يتجوز علي. اسمعي منيح شو رح أقلك، أنت شغلك زبطي، اشتغلي شغلة ورا الثانية، مو كلهم سوا، بعدين جوزك ديري بالك عليه، غنجي دللي زبطي، الرجال ما بيملي عينه غير التراب. اسمعي مني ونظمي وقتك. ايه صلعتونا بقصة نظمي وقتك، شو يعني اصلا نظمي وقتك؟ كيف الواحد بنظم؟ راجعت لك ام صفوان. ايه يلا الله معي. ولك عادي كني تسطحي بتختك، لك شو ما في فايدة إلا بدها تطلع تقعد معنا، ما بتعرف لا تقعد ولا تكن، أما تموت ظهر عم يوجعها وجسمها كله عم يوجعها، إلا بدها تتحرك شوي، بدها تطبخ وشوي بدها تنفخ وبدها تنظف البيت وبدها تغسل الغسيلات، طبيعي إنه يصير معها هي. الله وكيلكم، ظهري رح ينقسم نصين وراسي رح يطق رح ينفجر. آخ يعني لا وقعتي ولا زحطتي، من شو صاير معك؟ لك أنا كل يوم نام موجوعة وتعبانة، بس مو لهالدرجة، مبارح ما قدرت نام طول الليل، صحيت عم موت. إيه إجباري بده يصير معك هيك من كتر ما بتشتغلي، ما عم ترحمي حالك. شو بدك يعني اترك البيت مأنشيح وجوزي بلا أكل؟ ترتاحي هيك يا أم صفوان؟ ترتاحي هيك يا أم صفوان؟ لا ما برتاح، انلقحي بالفرشة هيك أحسن لك، عجبك شكلك هيك ما هي؟ طيب يعني يا أم صفوان هلا يعني ما في دواء مرهم شي عشبين ريحها شوي؟ والله بصراحة أنا الموضوع طلع من إيدي،
يعني انت صار بدك خستخانة. شو؟ خستخانة؟ شو هي عم تحكي عنه؟ ايه هلا وفورا على الحارة. شو على الحارة؟ على الحارة؟ لك لك ماني طبخة شي لجوزي، هلا بيجي ميت من الجوع وعندي كومة غسيل، شو على حارك مع الحارك؟ إلا با إلا با، المخلوقة عم بتقلك بدك خستخانة وانتي لاحقة كرشو لجوزك تخنتيها. قولي على عيونك إلهي وردة، قومي لاقي لك شي ولد مارق بالحارة وابعتيه لعند جوزها خليه يجي فورا ياخذها على الخستخانة. حالتك انتي بقى ماشي. يلا تحركي قوام، لا تخليها تتحرك. لا خرب بيته، ترحم حالها. موجوعة 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 موجوعة. سلامتك حبيبتي سلامتك، الله يعافيكي. هلا بيجي جوزك بياخذك. سلم الله العلي العظيم. سلم بالله العلي العظيم. معلش يا حبيبتي طولي بالك، حاج تبكي؟ ولك طولي بالك يا بنت الحلال. لك شلون ما بدك يعني ابكي؟ شلون ما بدك يعني ابكي؟ لك جوزي رح يتجوز علي. ايه هو الثاني شو صار له؟ شو اجى لعقله؟ انا هذا اللي مجنني، انه انا بحياتي ما قصرت معه بشيء. شايلته على كفوف الراحات، ما في شيء، وما عملت له اياه، اخر شيء بدي يتجوز علي. اي والله والله لو بلف الدنيا كلها ما رح يلاقي مرة مثلك. ايه والله. ايه والله؟ وعشو ايه والله؟ ليش أنا بشو قصرت عليه؟ لك جسمي ما عاد عم بقدر شيل، ولكن هالظهري ما في إلا بلحق له ولايم وعزايم وبغنجه وبدلله. حبيبتي مشان هيك راح يطق جوازي عليكي. والله شو؟ ليش أنا بشو قصرت معه؟ آه؟ لك المخلوقة حتى بعز دين مرضه ووقت الحكيم قال لها ممنوع تتحركي ما قصرت عليه ابنه، بقى ليش لحتى يتجوز عليها؟ قولي على قامتكم إن شاء الله أنت وياها شو جدبان. حبيبتي الرجال ما بده وحدة طول النهار تكنس وتمسح وتجلي وتطبخ. الرجال بده لما يرجع على بيته، صحيح بيحب يكون بيته نظيف، بس بيحب يلاقي قدامه مرته هيك مثل العروس، مغنجة ومهفهفة ومعطرة ودايرة بالها على حالها. مو لما يجي نهار آخر النهار تقعد قدامه هيك وتغفل وهي على الكنباية جنبه، ما بيحب هيك. لك يا عم صفوان، بدك يعني اترك بيتي منشح؟ ايه حبيبتي شو عليك؟ نظمي وقتك. انت اول شيء اذا شفتي البيت وصي بتقدري انك شوي تتغاضي عنه. اذا شفتي غبره على الكنبايات وعلى الطاوله اتركيها لتاني نهار. اذا شفتي الجلي مكوى معلش غضي نظر. المهم تديري بالك على حالك وتدللي جوزك، لأنه الرجال كلهم بيحبوا الدلال حبيبتي. والله مزبوط كلامك، اسمعي منه ها، اسمعي منه. ايه ولي أنا اللي كنت أحسدك أنه أنت مانك مقصرة على جوزك ولا على بيتك. منيح الماني مثلك. عن جد منيح اللي ما عملتي مثلي، كان هلا جوزك عم يدور على وحدة تانية. على كل حال لسه ما صار شيء، هذا اللي صار كله كلام بكلام، يمكن جوزك عم يهددك تهديد. قومي ارجعي على بيتك وبلا هالحرق. الرجال ما بيحب المرأة اللي بتحرق. قومي لحقي حالك قبل ما يفوت الأوان حبيبتي. اسمعيني خالدة، القصة كتير سهلة، انتي بس نظمي وقتك. العمى هي اللي دايرة بالها على بيتها وهيك عم بيصير فيها. طيب أنا شو أعمل؟ خلاص أحسن شي أعمل مثل ما قالت أم صفوان، طنش شوي وهيك ضل مغندرة ومغنجة قدام جوزي. شلونك ابن عمي؟ ان شاء الله ما يبلى هالشمال. تعي تعي لك تعي تعادي هون مشقتي تعالي. شو ها؟ اقعد هون؟ لا هون جنب مني تعالي. لك قدرت لحالي شو هالجمال ها؟ شو عامله بحالك؟ شو هالتمله مثل الفستق ها؟ خجلتني يا ابن عمي. لك حبيبة قلبي، لك حبيبة روحي انت ويا علي. ابن عمي بدي اسألك سؤال. 50 سؤال.
عرفت شو صار بعدين مع منير وخالدة؟ ايه مريت اليوم لعنده عند دكاني وقال لي انه أجل الموضوع لجواز شوي، بلكي بيرجع لعقلها، بيرجع لعقل الرحمن. ايه ان شاء الله، لانه عن جد هالمرة مسكينة ومظلومة. لا شو مظلومة ما مظلومة؟ رجال ماله ذنب يرجع على البيت يلاقي مرته هيك الزراء تحت عيونه وتعبانه وريحتها طالعه من ورا الطبخ ومشعره منكوش هلا قد شو دخله هو لازم يلاقيها ما فكرك حبيبه قلبي ما عاد نفسي يرجع على البيت خلص حبيبي خلص لا تحرق دمك ان شاء الله ما بيحترق دمك على غالي بس يعني هي كمان نفسها طيب واكله لا يعلى عليه ولا نسيت شو كنت تقولي لا حبيبه قلبي لا ما حدا بيموت من الجوع ايوه يعني انت ما بدك يعني ست بيت متقني وطبخ لك كل يوم طبخه وكل يوم امسح الغبره وكل يوم لم غسيل وكوي غسيل لا لا حبيبه قلبي لا انا بدي اياكي هيك هيك مثل ما انت هيك 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 ريحتك مهففه ومحلاكي وعيونك مفتحين هالقد وديكي وقلبي قلبي هيك شو نعمل وانا كل اسبوع حبيبه قلبي بجيب لك وحده تساعدك بالبيت وبالنسبه للاكل لا تاكليها يوم ناكل عند أهلك يوم عند أهلي يوم ندبر حالنا بالحواضر إيه إذا أنت هيك شايف مثل ما بدك يا عمري أنا لك على سيرة الأكل شو طابخة اليوم؟ حبيبي اليوم رحت لعند امتصال بنت خالتي وقضيت كل الوقت عندها لهيك ما لحقت أطبخ شي لهيك عملت لك مفركة بطاطا إيه؟ إيه شو عليه؟ والله والله والنعم والنعم من هيك أكلة والله فركت البطاطا أكلة المرأة اللي ما نشطاطا حبيبة روحي أنت حبيبة أعمل كيف هوك يا عمي يا ريت هاي الموزة كنت أنا عم بأكل منها بعمل هيك بأكل الطعام بحسن ما كلها 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 ما بقدر كلها ما بقدر لك شو عم تحكي انت؟ من كل عالك جاي تطلبي بنتي الوحيدة؟ وانت شعفة شخيل عندي؟ ها؟ عم تتطاول على اسيادك يا مقع؟ شو انا زعيم انا شو حكيت يعني؟ كل اللي بدي اياه انه طالب القرب منكم على سنة الله ورسوله، بعدين يعني قلت لك اخرس! اسمعوا لا بتروح بتاخذ وحدة من ثوبك، عم تفهم؟ بهالكم يوم بدي اسمع خبر زواجك، ويا ويلك يا سواديلك إذا ما تزوجت، عم تفهم ولا لا؟ قوم خلتي روح، روح! ما بدي أشوفك لتتجوز، فهمت؟ عم ليه إجتني هالبلوي أنا؟ واحد مثلك هيدا يطلب ايد بنتي بنتي انا وبنتي الوحيده كمان سمعت انك رح تتجوز يا نادر هالسرعه نسيتني لا والله يا خديجه بنسى حالي ولا بنساكي بس ابوكي قسى علي كثير وصار يهددني وامي من خوف علي راحت خطبت لي لطفيه لطفية أنا آدمية ودرويشة وعلى باب الله بس أنا الله وكيلك ما بحب غيرك مستعد شو بدك لأعمل لحتى أخذك يا خديجة أنت بتعرفي قديش أنا بحبك بعرف بعرف وعذرتك شنو أبي ما بيلعب معه بنوب وإذا ما سيرته رح يخفيك عن الدنيا خديجة أنا بعرف إنه أبوكي زلمة قاسي ومتسلط بس الله وكيلك أنا حاولت إني أقنعه من شان أخذك وأتجوزك بس هو خلص دغري فوراً قطع الطريق علي وهددني وقال لي ما لح أعطيك بنتي لو شو ما صار أنا ما استغربت من اللي عمله أبي بنوب صحيح هو رجال قاسي ومتسلط بس أبي ما له غيري بهالدنيا شايفني هيك شغلة نادرة وثمينة بخاف علي من النسمة بس اللي ما كنت متوقعته انه يجبرك تتجوز
هو بهي الفكرة قتلني ذبحني. طيب يعني شو هلا ما تشوفك؟ ظاهر رب العالمين ما كتب لنا أن نكون لبعض، لازم كل واحد يروح بحال سبيله. شوف حياتك. تفضل ابن عمي. ايه تقبرني، ان شاء الله عجبك الغداء اللي حضرت لك اياه اليوم. يسلموا ايديك. منيح منيح. ابن عمي خير فيك شيء؟ يعني عم بتضل متضايق ومهموم طول الوقت، هاد كله من الشغل؟ اسمعي لطفية، الله يرضى عليكي، أنا هذا الزن وهي الأسئلة كلها ما بحبها. أنا زلمة طول النهار قاعد عم بشتغل مثل الحمار، منشان هيك بحب أرجع على بيتي ما أسمع ولا كلمة. إيه ابن عمي مثل ما بدك، بس أنا كان فكري إنه إذا بتحكي لي بتشكي لي همك بتفضفض لي، والله هيك بتصير. ولك حاج، ولك حاج قربة، ولك شو انا عم غني بالطاحون؟ اه ولك عم اقول لك ما بحب اسمع ولا كلمه. ولك شو ما بتفهمي؟ قومي من هون، قومي من وشي. سويت لك فنجان قهوه زعيم، ما لك كيف كيفك. الله يسلمك. بدي اياك شرف زعيم. اللي انا ادير شلون شايف الزواج؟ ان شاء الله مبسوط بزواجتك. الحمد لله زعيم، الحمد لله. ايه الحمد لله. وشلون شغلك؟ اه ان شاء الله ما عم تتعب؟ مع اني ما بحاول انتقل الحمل عليك. اه اللي اذا عم تشتكي من شيء اللي، اه اذا متضايق من شيء اللي. لا لا زعيم، الله يخلينا اياك يا رب، انت مفضل على راسي، لا في شكوى ولا في شيء. اسمعي يا غير، بدي لك كلمتين تحطهم الحلقة بيدك. الله بعد اسمه خلق الناس درجات، فلا تطلع لفوق مشان ما تنكسر رقبتك. ارضى باللي قسم لك يا رب العالمين، واذا نويت نط هذيك النطة بجوز توقع وتجيب اخرتك. فاستنى يا ابني، استنى، بجوز الله سبحانه وتعالى رايد لك الخير. بده اياك تصير فوق لانك انت كثير عم تفكر انك تصير فوق، فارضى باللي انت فيه بيكون احسن لك. عمرك زعيم. يلا عن اذنك. الله معك. لك معقوله انت جنيت تبعت لي خبر على نص بيتي؟ بدك يعني ضروري؟ ولك ايه جنيت، وعاوزك ضروري بدك تسمعي هالكلمتين. انا بحبك، بحبك وبدي اتجوزك لو شو ما صار. سمعتي؟ لا انت اكيد جنيت. لك انت هلا متجوز؟ يعني لما كنت عزابي ما كان في امل حتى هلا ابي وافق؟ ولك ما بيهمني. ايه ما بيهمني، ان شاء الله فكرة انت جوازتي بتوقفني انه انا بطل حبك او اخذك او اتجوزك. اسمعي لطفية، بالنسبه لإلي ولا شيء، واصلا هي بتعرف انه قلبي كله معك. وإذا اطل الأمر أنا رح طلقها. ولك إيه بطلقها كرمالك؟ بس هذا الحكي ما بيفيد. ابن الباشا متقدم لي، عرسنا بعد كم يوم، يعني ما في أمل. ولك على جستي، سمعتي شو عم بقول لك؟ على جستي ما حدا بياخدك. ولك أنا بحبك خديجة، ولك بحبك، شلون بدي أعيش من دونك؟ شلون بدي أتخيلك إنك مع واحد تاني؟ أقسم بالله العظيم بقتل حالي أو بقتلك أو بقتل أبوكي، ما بتعرفي شو بساوي.
اسمعي يا بنت الحلال، اسمعي دول كلمتين مثل ما عم قل لك وحطيهم حلقه بأدنيك. انا وياك بنحمل حالنا وبنهرب، ايه بنهرب برات الحاره، والا ما نلاقي مكان ونقعد فيه وابوكي ما يوصلنا، وبعدين بنكتب كتابنا ومنتجوز. صدقيني وثقي فيني، انا بحبك خديجه، ايه بحبك بحبك، ومستحيل خلي حدا ياخذك، عم تفهمي؟ اسمعني ولك ما بدي اسمعك، ما بدي اسمع منك ولا كلمه ولا كلمه. لا انت اكيد جنيت. ايه جنيت. شو نسيت ابي ماله حدا غيري وراح يلاقينا وين ما كنا؟ قلت لك ما رح يوصلنا، انا عم لك ما رح يوصلنا الا ما يكون في مكان نتخبى فيه وابوك ما يوصلنا. صدقيني وثقي فيني، انا رح احميك، رح احميك خديجه، بحبك بحبك وما عم بتخيل حالي دونك. يا لطفية. ايه ابن عمي. اسمعي الكلمتين اللي لك يوم. انا يا لطفية ما بحب شوفك مقهورة بالمرة، بس جايتني سفرة، سفرة طويلة، وشو قلت لحالي إذا كنتي بتحبي تضلي قاعدة هون بالبيت يا أهلا وسهلا فيكي، أما إذا كنتي حابة تتطلقي كمان أنا جاهز، بقى أنتي شوفي شلون بتكوني مرتاحة. ابن عمي شلون بدك ياني كون مرتاحة وأنت بعيد عني؟ أنا كل شي بدي إياه من هالدنيا إنه نعيش حياتنا مع بعض مبسوطين ومرتاحين. هلا هذا الحكي كله ما له فايدة بالمرة. أنا عم قلك جايتني هاي السفرة، وهي السفرة طويلة. أنت رح تتجوزها لخديجة بنته للزعيم ما؟ أنا قلبي حاسسني إنه بدك تهرب معه. إيه مظبوط كلامك، أنا رايح وبدي أخطفها لخديجة، لأني أنا بحبها، بحبها. إيه بحبها لخديجة. إيه ابن عمي إذا كانت سعادتك مع خديجة فأنا ما رح أوقف بوشها، بس بدي منك شغلة واحدة بس، لا تقطعني بالمرة، إذا مو مشاني مشاني اللي ببطني. حبلي ياما، هذا الشيء ما كنت حاسب حسابه بالمرة، بس ما شو بدي لك لطفية، خلاص أنا بصير مر عليك كل فترة وفترة وبطمن عليك وعلى ابني اللي ببطنك، لا تاكلي أما لا بتركك. إيه ابن عمي أنا هذا اللي بدي إياه منك. خلاص ضلي بدك تلتي خاطرك. أنا هذا اللي بدي إياه منك، تشيل عندي بين الفترة والتانية، بس لحتى انتقم منك ومن هالحرباية خديجة. أكيد بتعرفي زوجك وين هرب مع بنتي خديجة، بقى احكي بيكون أحسن لك. ها قسما عظما بفرمك فرم، ها رح أوصلن رح أوصلن، بقى احكي بيكون أحسن لك. إيه زعيم، بصراحة نادر خبرني إنه هو بده يهرب مع خديجة، بس بصراحة ما قال لي لوين، بس أنا بقدر دلك على طريقة توصلك لين، بس بدك توعدني إنه بس يصيروا بين إيديك لا تقتلهم، عاقبهم بالعقاب يلي أنت بدك إياه، بس بترجاك يا زعيم لا تأذيهم ولا تقتلهم. خلاص بوعدك بوعدك ومثل ما بدك بصير، بس قليلي لشوف شلون بدك تمسكيني يا هون. بصراحة زعيم نادر وعدني إنه رح يطلع علي بعد فترة مشان يعطيني مصروفي،
لهيك انت بتقدر تخلي رجالك يراقبوا البيت، وبس يطلع نادر من هون اكيد رح يروح على بيته الثانية اللي فيه بنتك خديجة، وهيك بتقدروا تمسكوه. يا عيون عليكي على الفكرة هي، بس بركي خافوا بعد رجع الحارة. لا زعيم من هالناحية اطمن، لاني انا خبرته لنادر اني حبلة، لهيك اكيد رح يرجع. وانت حبلة اكيد؟ لا والله ما لي حبلة، بس خبرته هيك مشان اضمن انه رح يرجع. موعدك يا لطفية، اذا رشحت الخطة هي اللي عم تفكر فيها لكافك مكافأة غير شكل. لعما بعيونهن لعما بعيونهن نادر، لك شلون بيقدر فيك انت؟ يا عيب الشوم عليه. انا ما بدي منك شي يا زعيم غير بس تمسكه ولا تقتلهم، بس تنفذ وعدك. خلص وحياة عيونك ما رح سوي له شي، بس بدي امسكهم وحاسبها لبنتي بالذات. خاطرك. الله معك. يعني أنا شو بدي أعمل يا خديجة؟ شو بدي أعمل؟ شو مفكرتيني زعيم مثل أبوكي؟ أبوكي زعيم على الحارة كلياتها وعنده أملاك وعنده مصاري، أما أنا شو شقفة تأجير؟ وأنا ما كذبت عليك بشي بالمرة، أنت كنتي بتعرفي كل ظروفي من وقت ما أخذتك، مظبوط ولا لا؟ مظبوط، بس يعني أنا ما كنت متخيلة إنه الحياة رح تكون قاسية كل هالقد. يعني لك نحن عم ننزل ألف زلة بهي الحارة اللي ما بنعرف فيها حدا، يعني أنا لو كنت بعرف حالي جاية على الجحيم ما كنت قبلت، مستحيل. بس أنا كنت مفكر حبي وحنيتي يكفوكي. طلع الحب كذبة كبيرة وبيروح عند أول إحساس بالفقر والقهر والتعتير. لا يا خديجة، الحب الحقيقي ما بيروح، بيضل مع الظروف كلها اللي بتمر عليه للزلمة. بس أنا تركت كل النعيم اللي كنت عايشته ورا ظهري لأنه كنت حبك حب حقيقي. أنت اختلطت معي كل الأمور، كنت عايشة عند أبوكي الزعيم بعز ودلال وكل شي بدك اياه بيجي لعندك، وقت جيتي لهون وشفتي الفقر والتعتير حسيتي بالندم، وراح الحب وراح الحنان اللي كنتي عطيتيني اياه. وغير هيك دليل البيت اللي معيشك فيه اللي مو عاجبك، ليش؟ لأنه بحياتك لا نظفتي ولا رتبتي ولا عملتي في شيء بالمرة. نظفه؟ أنا ما بعرف نظفه، هذا مو شغلي، شغل الخدامات. الله يرحم أيامك يا لطفية، قديش كنتي مفافة ونظيفية وما كان همك إلا رضاي لأرضه، وأنا الغبي رفست النعمة وما قدرتها وتركتك وطلعت لفوق حتى انكسرت رقبتي، بس شو عاد يفيد الندم. شو اخبارك؟ اهلا ابن عمي. طمنيني عليكم. الله يحكي لك انشغل بالي على خيرات. الله عليكم، حدا دايقكم بهالحاره شي احتجتوا شي؟ والله قلبي مثل النار عليكم. عن حق ابن عمي قلبك كان مثل النار علينا. لك 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 لطفية، صحيح أنا بهواها لخديجة، بس أنت الله وكيلك أطعم الروحي، وخاصة بعد ما قلتي لي أنك حامل بابني. بس شو بدي ساوي؟ يعني بعد ما وعي الفاس بالراس وصار اللي صار وخطفت لخديجة وتجوزتها، ما عاد فيني أعمل شي. الله وكيلك أنا ندمان. إيه ندمان لك لطفية؟ يعني على حقا أنت ندمان؟
ندمان وحابب نرجع نعيش أنا وياك مع بعض وتتركها لخديجة. يا ريت يا ريت يا لطفية. بصراحة بعد ما أنا سكنت أنا وخديجة هيك ببيت واحد وهي كانت عايشة عيشة البكوات الكبيرة، ما تأقلمت إنها تعيش معي بالحياة اللي فيها كلها تعتير وشغل وفقر. بس شو بدي ساوي؟ صار اللي صار وما عاد فيني اتراجع، ما عاد فيني اتراجع عن الشيء اللي عملته. نادر نادر، انت لازم تهرب من هون وبسرعه وتطلع من طريق غير الطريق المكشوف. اوف، ليش لطفيه شو في؟ بصراحه رجال الزعيم محاوطين البيت وبدهم يمسكوك. انا كنت بعرف بهذا الشيء لاني انا اللي قلت له للزعيم يعمل هيك. الغيرة والحقد عموا على قلبي، بس هلا بعد ما انت راجعت حالك انا ندمت وبدي اياك ترجع لي. لهيك مشان الله يا نادر بترجاك تهرب، مشان الله تهرب بسرعة. بس انت وعدتني انك ما تقتله، وعدتني بهذا الشيء وعطيتني كلمة. مزبوط وعدتي، أكيد ما رح أقتل بنتي مشان واحد دوم مثل زوزك. بس حساب عندي عصير، لا حبسها عندي هون بالبيت بغرفة، بس رح تعيش معززة مكرمة. أما جوزك ماني مفوت له إياها بنوب، عم يتطول على أسياده؟ وسط راسي بين الخلايا بالحارة. يا زعيم مشان الله بترجاك ما تقتله، لا تقتله وتحرمني منه. والله العظيم نادر ندم. قلتلك ما رح فوت له إياها. هي جبنا لك يا زعيم. يا زعيم مشان الله. يا أبي بوزي لك، سامحني يا أبي بوزي لك. شلون إجا من قلبي خططت راسي قدام الخلايا بالحارة؟ اسمعوا لها، طلقها. أنا بحبها لبنتك وما رح طلقها. هيك الكلام. وانتي ولا إيه؟ بدك إياها؟ احكي. يا ابي انا بحبه بس ما بقدر على حياة التعتير، ما بدي. ما بدك. سمعت شو قالت لك؟ هلا رديتي لي اعتباري قدام الخلايا بالحارة. عرفان انا شو بربي. طلع. بيساروا بمزوري بالحارة دقيت لك بأرضك ودفتك بأرضك، عم تفهم؟ نرع خدوه نرع. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحك. سلا انتي بردتي لي قلبي وردتي لي اعتباري قدام الحرب. الله يرضى عليك ويرحم امك. ليك اخي انا مني وعلي بحطك بعيوني، بس انا رح اتطلق من جوزي بسببك. لانه احقر ودنا زلمه بالعالم كله. ليشك عم تحكي عن جوزي؟ بالله لانه بخيل وكحته. لا يا سيدي مانو بخيل، بس انت اللي زودتها معه. انا زودتها. لك أخي الرجال بده يمرق يوم واحد بحياته بدون ما تكون بخلقته. إذا مزعوج ويخليني لحتى أطلع ياكل لحاله. لك غنام لا تجذبه. ولك أنا والرجال قلنا سنتين متجوزين، ما مرق يوم إلا وإنت عم تاكل معه. قولي إنه اللامة تبعي مخصصتك. الله يرحمك يا أمي، الله يعيزنا إليك. لو كانت أمي عايشة ما كنت اعتزتي. لك أخي بوس إيدك فهم علي. لك المتجوزين بحبوا يقعدوا لحالهم، يدللوا بعض، يغنجوا بعض من دون ما يكون حدا بيناتهم. لك أنا كمان ما بحب أكل لحالي، بحب أكل معكم. استغفر الله العظيم. أخي
براسي براسي رح اجيب لك الاكل اللي عندك على البيت. بالله بحياة الله طعميني الاكل الزايد عني ليكون انا كلب القطه. استغفر الله العظيم يا ربي، فالج لا تعالج. اخي من هون روح، وشك ما عاد بدي شوفه. عم تقليني؟ عم تقليني يا اختي يلي من امي وابي وبشهر رمضان؟ بشكيكي لاحكم الحاكمين. الي الله الي الله، الله لا يسامحك يا رب، الله يرحمك يا امي. لا لا لا، وليش بقى؟ الله يجينا، دنيا اخر وقت، قربت يوم القيامه، من علام يوم القيامه لك تصور اخته الواحد اخته. قال الليمه اللي عم باكلها مخصصه فيها، مو بس هيك، قال جوزها صار له سنتين ما تهنى بلقمه لاني قاعد فوق راسه. شو؟ بيت اختك صار له سنتين متحملينك؟ اقسم بالله دول بندق له النوبي. لك انا عمي زوز امي قعدت عنده اسبوع، كان خابطني مخمس وبزقه وبهدله ما استحملني. قال لا قل لي انت وين عم تزهر؟ قصدي وين عم تسلوت؟ انا شغلتي كبيره. كبيره؟ شلون يعني كبيره؟ بيني وبينك متعرف لك على بنت، بس شو بنت؟ وعدها بالزواج، كل يوم بتهرب لي سكبي وكل يوم على ضرس لون. يا عيني ما عندها هيك شيء اخت كبيره، اخت ارمله، يعني بدك تقول عم عنسه، ما عندها شيء جاره هيك بدها تتجوز مشان نعبي بطنها على الاهالي. لك غنام ليش انا بكرهك؟ لانك بتحب السلتات، يا اخي خليك اكابر مثل حكايتي. العمى ضربك. يا ربي يا الله. نادر؟ ايه شو القصة؟ ابوها لخطيبتي اللي حكيت لك عنه عامل عزيمة لرجال الحارة. ونحن ليش ما عزمنا؟ ليش ما عزمنا؟ ليش نحن محسوبين عزلة؟ نحن قوبة اندبورية ما رح حدا يستقبلنا. طيب شو رأيك؟ نسلط فيها وبركة إلا عونا. أسيدي تقليعة وما كانت، المهم نسلط، ما بنخسر شيء. هيك قلتها؟ ايه روح لنشوف شو الله بيسر معنا. طول عمرك صاحب واجب. علي ابو احمد غاسي نورت، اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا ابو هاني. على راسي والله، على راسي، شرف شرف عم شرف، ميت اهلا وسهلا نورتني. لك علي سبق شغل لساتك عم تعمل عوانطه بالحاره شوي بس، يلا فوت كل منيح يا ميت. اهلا شو عزه والله، نورت نورت والله، شرف عم شرف يا ميت. وين رايح انت وياه؟ وين رايحين؟ معزومين. ومين اللي عزمكم؟ غنام عزمني. غنام عزمها؟ انت مو عازم رجال الحارة؟ ايه انتوا معتبرين حالكم يعني انه من رجال الحارة؟ شو يعني قالوا لك نحن اندبورية؟ رو من هون انت ويا ولا؟ رو من هون؟ لا تعيط شبنا. يلا درمل انت ويا. لا عيزنا لا ياكلوا. شو قلت لك؟ عمرك السلام عليكم. اهلين وسهلين ومرحبا. شرف شرف عمي، شرف يا ميت، اهلين وسهلين، نورتوا والله. لك ليش تأخرتي؟ امسك امسك وروح بسرعة قبل ما يشوفنا اخي. يلا يخرب بيته على الايد مثل المخبار. لك عن هاي عملة بتعملها؟ انت شلون بكره بدك تجي وتخطبني؟ والله لحتى يقلعك من اول ما يشوفك. استني علي بس يصير معي مصاري، رح سكت لك اكبر لسان، اولهم اخوك وابوك. لك ايه روح احسن ما يطلع اخي ويقص لي لساني ولسانك سوا. يلا طيب بمعيتك، بدنا صحن تاني ورغيف لرفيقي. ايوه كنا بواحد صرنا باثنين. عم قلك على حب النبي بس رغيف ما عاد لا شقفة لحمة. ما بقدر ما بقدر خلص يلا روح. لك عم قلك، لك هذا صهره واخته مقلعينه. طول بالك هلا باكل انا وياك. لك روح نقعد على جنب. الله لا يوفقك يا صهري، بشكيك لاحكم الحاكمي، كنا عم نفطر وناكل وما علينا جم. والله يا غنام لقيت لك شغلة السلطات احلى شيء، كل يوم على درس لون. اليوم وين بدنا نفطر؟ شو بعرفني؟ عندك الشغلة. طيب شو رأيك نفطر بحارة غير هالحارة هي؟ شلون يعني؟ لك هي الحارة صاروا يعرفونا، هديك الحارات ما بيعرفونا، بنسلط لهنيك بمعية المعازيم. لك يقبلني ربك، ليش بحبك؟ لأنك طلقتها. يلا امشي نسلط يلا. في أحلى من السلطات. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلين وسهلين يا عمي، مرحبا. تفضلوا شريف. تفضل. عليكم السلام. اهلين وسهلين يا مرحبا. اهلا وسهلا يا مرحبا.
هلا انتوا مع مين جايين؟ جينا مع ابو صافي. ايه اذا مع ابو صافي يا ميت اهلا وسهلا، اماني برقبتكم اكلتوا وشبعتوا. لك شو اكلنا اكلنا وتحلينا لانه الاكل على قد المحبه. ها الله يرزقك الله يرزقك الله يطعمك. اهلا وسهلا تفضل شرفتوا اهلا وسهلا. مرحبا عمي ابو هنيه. اهلين وسهلين يا ميت مرحبا تفضل شرف تفضلوا. يا الله شو رح يطق قلبي من كتف ما اكلت. بس يا لطيف والحلويات يا لطيف. جميل صحتين وهنا صحتين وهنا عمي غنام. سعيد منو هذا ابو صافي؟ ايش بعرفني مين هذا ابو صافي؟ ليش انا بعرفه لابو صافي؟ لك ايش لكان شو قلت ابو صافي؟ لك يا غنام اسمع لهلاق، بس تنعزم وتنسلت باي سلته بدك تعطي اذنيك للحاضرين، يعني بتشوف مين المهم يلي عم يحكوا فيه؟ أنا حطيت إذني طلع معي أهم واحد بيناتهم أبو صافي، لما استلمنا داق من برا قلت له أنا من جماعة أبو صافي. لك يا بلي اللي خلعتني زكية. هلا بكرة وين بدنا نفطر؟ عندك شي حارة قريبة؟ ما ندبلنا شي حارة، وبلكي بنتعرف فيها على أبو فلان. لك الله لا يحرمني. الله يعطيك العافية. والله لناكل أكل بأسبوع ما عاد نقدر نحط لقمة بدمنا. نور صوتك بلا ما حدا يسمعنا. ليش؟ ليش عم تزور ونادوك؟ ما بعرف. هلا متى ما هي مديتنا لحالنا ما بنسأل على الطعطع. روق أميت. أهلا وسهلا والله. الله حيو الرجال وحيو. الأكل على قد بحبة يا رجال. ها تسلم. أصيل أصيل يا أبو العز. السلام عليكم. أصيل أهلين أبراتك. الله حيك عود ارتاح إن شاء الله على الصحة وهنا. يلا قلبك يا إن شاء الله على الصحة وهنا. الشباب بتعرف شيء ملاك ان شاء الله الصحه وانا الله حيو ابو ضعيان. طيب يا حبيب ان شاء الله الف صحه وانا انت. دنيا صاصه دنيا صاصه بدي توقع. انا بحب فصفص البربيش قبل ما اكل. والله والله يا سلام. ايه يا جماعة الخير انتوا بتعرفوا مين انا؟ لا والله بالفكرة ما عرفنا. انا استغربت شلون هيك فاتي لعندي على البيت طحش بدون عزيمة. حضرتك صاحب البيت؟ ايه انا صاحب البيت. هو السبعة انعام. مين بعتنا نحن لهون؟ نحن من طرف ابو مرزوق. ايه مزبوط لك ابو مرزوق بعتنا لهون. يا ميت اهلا وسهلا والله. اذا من طرف ابو مرزوق في مجال تدلوني انا واحد ابو مرزوق بين هدول. قوم انكشوا لهالمرة. قوم انكشوا من بين هالخلق. قوم انكشوا. ما رح تلاقوه. بجوز وصل مشوار المرزوق. لا حبيبي لا، لانه بكل القعده ما في واحد اسمه. لكن خلينا ندرمل، خلينا نقول ما عندنا. تروحوا. شو وين جاي تتسلبطوا علينا وتطحشوا على بيوتنا؟ تعالوا يا رجال. صلوا على النبي. 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 مستحيل. طلعوه لبرا، طلعوه لبرا، طلعوه. شو هالصلبطة هاي؟ شيخ؟ افتحوا الباب، بعرفكم جوا، افتحوا الباب. تنكسر ايدك، حاجة دق الباب رح تكسره. ايه والله والله، لهد البيت فوق راسكم إذا ما بترجعوا لي حقي. ما إلك عنا شيء. أنا دفعت لبنتك 100 ذهبة، حق مهرة. وأخذت نصهم وقت طلقتها. وبدي نص الباقي، وبدي حق الهدايا والعزايم، وحق فستان العرس اللي دفعت حقه هديك الحسبة. لك بدك بد وسيف حد، يبليك بقتلك إن شاء الله يا قليل الأصل، ولي على عيونك. بدك 60 كف. اسمعي ليه؟
بكرة إذا ما بيكونوا المصاري معي لأعمل بصيبة وهد البيت فوق راسك. ما بكون أم سليم أنا إذا ما بحرمك تدقوا هذا الباب. أنا بورجيك. ماشي ماشي يا أم سليم. كل يوم والتاني بيجي على باب بيتي يا سيدي، بيهددنا وبيهجم علينا أنا وبنتي. وشو بده منكم؟ عم يطالبنا بحق الهدايا والعزايم اللي عزمنا اياهم ونص المهر يا سيدي. هذا بيجوز الحكي؟ لا 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 ابدا ما بيجوز، ما بيجوز بنوب، وانا رح اوقفه عند حده. الله وايدك يا سيدي، الله وايدك. ساعدو مور سيدي. اشحط لي نزير لعندي لهون شحط فورا. والله يا امي والله رح اعملهم شغلتي وعملتي، رح اوقف قدام باب بيتهم كل يوم واعمل لهم طرني لاخذ اللي بدي اياه. إيه ما رح يطلع بإيدك شيء. هلا هدول الجماعة صحي معهم مصاري بس بخلا، ولما بيفوت القرش لإيدهم ما بقى يطلع منهم، بيطلعوا الروح. وحياة عيونك الحلوين رح يرجعوهم ورجلهم فوق راسهم كمان. يلا. لا سيدي هذا الحكي مو مزبوط، وهي المخلوقة عم تفتري علي. يعني أنت ما تهجمت عليهم على البيت؟ أعوذ بالله، أنا مو تبع هيك حركات، بس أبصر أبصر ليش عم تفتري. طيب ليش عم تفتري عليك؟ شو بدها منك؟ شكلها بدها يعني رجع بنتها اللي طلقتها قبل جوازتها باسبوع. نحن اللي خليناك تطلقها للبنت بعد ما كشفناك وكشفنا كذبك. لا يا حبيبتي انا مالي كذاب. لا كذاب وبتلتق بالصرامي كمان. لا يا اختي مو هذا الحكي مو صح. خلص ما بخلص. لا خلص. اسمعوا له، بتكتب تعهد انك ما تتعرض له ولا تهجوم على بيتهم، ولا قسما عظما بحبسك. ها انا اللي بكتب تعهد، شو عليه؟ ماشي سعدو اكتب يا ابني اكتب. وانا رح خليها تنقع التعهد وتشرب ميته كمان. يعني نضل عم طالبون امي؟ المطالبه ما رح يمشي الحال، انا رح خليها تك الخمسين ذهبه غصب عنا. شلون يا مو شلون؟ كان لازم نشتكي عليه من اول يوم هددنا فيه. ان شاء الله يتركنا بحالنا بقى. غصب عن راسه ومو بكيفه. هذا هو يا مو؟ لا يا مو مو هو، هداك ايده مثل المخباط يبليه بيقتله ان شاء الله. هي دقه غير دقته. مين؟ انا اختها لجارتكم ام سعيد، بعثت لكم معي سيك بس بتنزبهي. قولي قولي. مشان الله ان شاء الله. وليك كلمة ثانية ذابحك بأرضك. جبتكم منا؟ ان شاء الله. بدنا الخمسين ذهب البقيانة من المهر، وبدنا حق الجهاز والهدايا اللي جبنا لكم ياهم. بس هدول مو من حقكم. من حقنا ولا مو من حقنا؟ نحن بدنا ياهم، خطبت لابني وحدة أكابر وبدنا نجهزها ونحن ما معنا مصاري. يا بتعطينا المصاري يا أما. رح أعطيك ياهم، بس اترك أمي. يلا ان شاء الله ان شاء الله. اوعك تخوفني. هي 50 ذهبه وبدي حق الهدايا. رح اجيب لك الهدايا كلها اللي جايب لي اياها. بدي حق المصاري. ما معنا ما معنا مصاري. هاتي السواره من ايدك، هاتي اياها. يبقى لنا هيك معكم 4 ذهبات لآخر الأسبوع قسماً عظماً إذا ما بتجيبونا ياهن يا ويلكم. وقسماً بالله إذا بيخطر على بالك تشتكي علينا بالكراكون لأذبحك أنت وبنتك وقتلكم بأرضكم. وإذا ابني ما قتلكم أنا رح أقتلكم. من هون لنهاية الجمعة بيكونوا عندكم وما رح نشتكي عليكم، بس ترك أمي. هلا نشوف بعدي هيك. يلا يا مو يلا يلا يا مو. قبل الجمعة. الله لا يوفقكم. الله لا يسامحك. الله يكسر خاطرك وخاطرها إن شاء الله. هذا فستان عرسي وما صار نصيب ولبسته. طيب شو المطلوب مني؟ بدنا منك تحطيه عندك وتبيعينا يا. إذا بعت لكم يا بدي حصها. من دون ما تحكي يا خانم أنا حاسب حسابه. طيب شو في عندكم كمان؟ في فساتين جهازة كمان. أيوة
معناتها تتركون هون وبس تجيني زبونه ببعت وراكم مشان تتفقوا معهم على السعر ان شاء الله. تفضلوا نشرب قهوه. تفضل. عقبال ما تعملي لي قهوه ببيتنا. كلها كم يوم تشوفيها عم تتفتل بارض الديار. الله يسلمك يا رب الهي. رشيده طمنيني شو صار معكم مشان فستان العرس؟ والله يا ام نزيل فتلنا الاسواق كلها على فستان عرس حلو ومرتب ما كنا نلاقي طلبنا. الله يصلحكم ويهديكم، قلت لكم فصل وتفصيل بس انتم ما بدكم الا جاهز. نحن ما كنا بدنا نعل قلبنا رايحين جايين لعند الخياطة على يوم القياس كبير ويوم القياس صغير. معكم حق، في حل تاني؟ لكن بكرة من كل ولا بد رح نروح لعند الخياطة. إن شاء الله منيحة الخياطة. لكن الجماعة يلي دلونا عليها مدحولنا بشغلها كتير كتير وقالوا لنا إنها سريعة وشغلها نظيف. الله ييسر يا رب. آمين يا رب. أحلى فنجان قهوة بشربه من إيدين كنتي الحلوة. ألف صحة وهنا. ذوقي القهوة. سلم إيديكي. صحتين. الله. تمشي قلبي. رشيدة، ليكي شو حلو؟ حلو. أنا هذا الفستان يلي عم دور عليه. هو قياسك ها؟ عن جد؟ لمين شغله هذا الفستان؟ هذا مو شغلي بصراحة. هذا وحده زبونه جابت لي اياه مشان هو وجهازها بيعه. يعني لابستهم وبدها تبيعه؟ لا يا شو لابستهم؟ يا حرام هو لابستهم ولا لبسه، بس اتطلقت قبل اسبوع بجوازتها. يلا لكان قيسي الفستان مشان ابعت وراها تتفقوا انتوا وياها على السعر. ايه ماشي يلا. يلا. يا مو وبدي منك تقطع راس القطم ليله العرس. يا ولو يا مو، ايش هو اول مره؟ وبدي منك تخليها تكتب لك كل ورثتها من ابوها. وبعدين طلقها، وإذا ما بدك تطلقها خليها خدامة إلي ولك. لك مو على عيني وراسي، إيش شو رح تكون هي أول وحدة ولا آخر وحدة؟ يا ما مرق على هالراس. تقبر أمك إن شاء الله. ابن أمك حبيبي. تقبري عدوينك يوم. جهازك كتير عجبني وبدي اشتري كله. حبيبتي بتتهني فيه وان شاء الله بتشوفي على وش السعادة والخير اللي ما شفتها ابدا. لا تواخذيني بس بدي اسألك، ليش الجوازة ما كملت؟ لانه كشفنا كذبه كذب امه. وبشو كذبوا عليكم؟ قالوا لنا بنتي اول وحدة بيخطبوها، طلع متجوز اربعة ومطلقهم بعد مو سارقهم. بس هيك شغلة ما بتتخبى. شو بدي احكي لك، نحن ما بنعرفهم، سكنوا قدامنا بالحارة. والأم الله لا يوجه لها الخير شافت بنتي بحمام السوق قامت طلبتها مني. وانتي دغري عطيتيهم؟ ما بدي اكذب عليكي، انغشيت فيهم والله. كانوا يجوا لعندي كل كم يوم حاملين ومتحملين. شو بدي احكي لك، البنت كتير دللوها. بعدين كل ما سألتهم انتم من انو حارة يضوعوا السيرة يرغمطوها مدري شلون، بس الله بعدي اسمه كشف لي ياهن قبل العرس بجمعة. يوه وشلون كشف لك ياهن؟ كانت الأم عندي بجاية جارتي أم سعيد وجايبة أختها من الحارة التحتانية. وقت انشافوا إنه هالبنت مخطوبة إله بلشت تحكي لي حكاوي وقالت لي عن عمايلها هي وابنها. ليش شو عاملي؟ طلعوا الجماعة بيدوروا دوارة على البنات اللي بقفاهن ورثة دسمة بيخطبوها ويوم العرس بيخلوها تتنازل عن كل الورثة وبعدين بيطلقوها. يي الحمد لله اللي خلصتوا منه. لك لسه ما خلصنا منه لهذا الواطي نزير. اسمه نزير؟ ايه الله لا يوجه له. كل يوم والتاني بيجي على باب بيتي بيعمل لي طرنة. قال شو؟ بده حال غراض والهدايا. مشان هيك انا عم بيع جهازي. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا نزير ابن بهيجي. اسم امه بهيجه؟ ايه واسم ابوه فتحي ابو طشط. وشو بيشتغل؟ لك ضحك علينا وقال هو عم يتدرب عند حكيم. طلع ماله علاقه بهالقصه بنوب، ما بيعرف شيء بالحكمه. وين ساكني؟ بحارتنا بقفل فرن. يا ميت اهلا وسهلا بكنتي الحلوه واختها. بالمقهي
إذا صهري هون نادي لنا يا الله يخليك. على عيني وراسي. نزير يا مو نزير إجوا بيت حماك. أهلا وسهلا. تفاجأت مع هيك؟ دي من وين بتعرفيهم لهدول الناس؟ قصدك طليقتك وأمها. هدول الناس الله بعت لي إياهم كرمال يكشف لي كذبك ونصبك علي يا نصاب. سدي حالك وليك، سدي حالك ونقلعي من بيتي. مقلوعة بس مو قبل ما تطلقني. ويا ستي طالق وبدك طالق بالتلاتة كمان. الله لا يسامحك. نلعي نلعي. وهدول كمان الأربع ذهبات خد. لا تورجيني خلقتك انت وامك. امشي. ولا يهمك تقبرني، بكره بروح على الحاره الفوقانيه وبخطب لك بنت ورتانه ورتي هالقد قدها. ايه والله يا الله، ويا ريت تستعجلي لانه انا عن جد مزعوج. لا تنزعج ولا يهمك، بكره رايحه مو على عيني وراسي.